خدتوا المكافأة في مباراة الكاس 500 جنيه 76 وكان في 73 100 جنيه. الاستقبال بقى بتاع 73. أيوة. انا عايز بقى العوده. العوده اسكندريه. منظر كانه امبارح يعني 76 يعني داخل في دلوقتي في 50 سنه تقريبا. الديزل ما وقفش في سيدي جابر. متفقين ان يقف في محطه مصر. احنا طبعا الديزل سيدي جابر الشاطبي اقرب. من محطه مصر للشاطبي الناس شايلانه على كتافها لحد النادي. فرحة كبيرة وقتها. 10 سنين. فرحتش من 63 ل 73. ففرحة طبعا يعني فرحة 73 أكتر من 6. لأن كان بقالنا 10 سنين بيقول لك الجمهور إحنا بقالنا 10 سنين ما فرحناش. جمهور اسكندرية بيحب نادي قوي قوي ومخلص. طب. أنا شفت ناس بتقطع من قطع عشان تشتري التذكرة بجنيه و2 جنيه. احكي لنا بقى كابتن جارم المناوشات اللي كانت بتحصل بينك وبين الكابتن ثابت وكابتن اكرامي. لا اكرامي اكتر. اكرامي. وثابت له وقع الله يرحمه. احكي لنا. مره بنلعبهم هنا ما جيناش. الاهلي ضاغطنا في نص ملعبنا ما عديناش السنتر. وكان اليوم ده شتا قوي. فكان ثابت الله يرحمه كان في محبه. فقال لي انا سقعت وما فيش حاجه يعني حجيني. قلت له اصبر يا كابتن. وجت واحدة كنا مغلوبين واحد الكابتن طاهر أبو زيد اللي جابه ومغلوبين واحد كان فاضل 5 دقايق وجت لي واحدة دخلت بيها طلع عليا الكابتن ثابت حاورته بلن كان طلعت يوسف صديقي طلعت يوسف كان بقاله سنتين عنده مشكلة في الفقرات وسافر ألمانيا فده أول ماتش يلعبه ينزل فيه. فنزل قبلها بربع ساعة فهو في الناشئين كان طلعت يشوت عني البلد يعني كان طلعت يبقى نمرة واحد وأنا نمرة اتنين فأنا الماتش ده أنا اللي هشوت رحت أنا واخد الكورة ومديها وقلت له يلا ثابت ورينا بقى حتدفع قبل ما تشوت لا أنا واخد الكورة ورحت حاططها ورحت قايل لطلعت اتقدم انت شاطر انا عايز طلعت لو جاب الجون ده هيدي له طلعت يوسف كان رجع بعد عوده كان اصابه طويله سنتين وكان حته هاف لعيبه كابتن زي مين دلوقتي نقول زي قفشه كده وزي ابو تريكه حاجه فانا قلت الجون ده برده شوف الحب طلعت ضيعها واتغلبنا فطبعا كابتن ثابت شمت فيك وقتها ثابت قال لي انت ما شطتهاش بعد ما صدها انت ما شطتها قلت له انا مش شايف كان اكرامي بقى حاجه كان حب منافسه شريفه وفي صداقه ياما اكرامي جه في الشاطئ اللي في ظهرك ده هو مصطفى يونس كتير كانت علاقه جميله قوي يعني كمان يعني لعيبه الاتحاد مش الاهلي بس لا لا النهارده اذا المصري جه مسعد نور وجمال فؤاد لازم يباتوا عندي في المنظره حمدي نوح بقول لك كل ثروه اتفرج احمد شاكر ده احمد شاكر من حبه جه يلعب معانا سنتين الله يرحمه منصوره منصوره كان برضه جيل كبير وقتها قوي لا 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 كانت بتقدم كره جميله بس المنصوره كلها اهلاويه كانوا بيشتموني كان الكابتن حلمي كمان هناك كابتن جارم واحنا بنسترجع الذكريات شايف مع حضرتك مجموعه صور عايزين نسترجع بها الذكريات بقى الحلوه دي صور ذكريات حلوه طبعا العيله بتاعتي ذكرياتي في النادي في المقويه حضرتك هتشوفها وهتعرضها اتفضل احكي لنا لا اتفضل خليها مع حضرتك واحكي لنا قصه كل صوره نبدا بالصوره دي راح الكاس لاجدع ناس لا ده 76 راح الكاس لاجدع ناس الله دول الفرقه اللي لعبت بس الوشوش كاريكاتير يعني التصوير كاريكاتيري بس انا ممكن اقولهم لك يعني طبعا قول لنا كانت صوره جميله ما شاء الله في اول السلم اهو ايوه الكابتن رزق نصار كابتن عادل البابلي كابتن فتح حموده كابتن بوبو كابتن عرابي كابتن محي كابتن شحته كابتن فكري مرسي كابتن سمير مخيمر كابتن كاتو بقى والكابتن كمال السباغ المدرب ومدير الكوره ايوه جمهور اسكندريه اكيد فاكر الاسماء دي كلها طبعا دي مقويه نادي الاتحاد الزملاء طبعا منورنا الكابتن كاس اهو وكابتن محي عثمان وكابتن شحته وعصام ربيع ولاعيبه كتيره يعني
كانت مأوية جميلة. كابتن خطيب حضر في المأوية، هو عمل ضربة البداية. أيوة. مع كابتن شحتة. أيوة. وكنا جايبين في سبورتنج لشبونة. طبعا الكابتن خطيب بيشاركنا في كل أفراحنا وأحزاننا. أنا عايز أقول لك حاجة، في وفاة الكابتن بوب الله يرحمه كان الكابتن خطيب تعبان، كان متواجد معانا من الساعة 11 الصبح، دفننا الكابتن بوبو ورجع العزاء بالليل الشادر لحد الساعة 11 بالليل، من موجود معاك طول اليوم بيشاركنا احزاننا وافراحنا. كان موجود برضو في المئويه، في المئويه بعد ما ضرب ضربه البدايه راح لجمهور الاتحاد السكندري نادوا عليه. الحب ده عشره العمر طبعا. زوجتي نجوى ربنا يخليها، واحنا في المنتزه بعد سنه جواز تقريبا ما شاء الله. وقفت جنبك كتير يا كابتن جابر. اتحملتني كتير. انت عارف حياه لعيب الكوره طبعا. طب هي اهتمامها بالولاد وانا تربيه طبعا. طبعا طبعا. الصوره اللي بعد كده دي ده الدكتور القاضي، ده رئيس النادي وقتها، رئيس النادي الدكتور محمود القاضي، والنائب المعارض كان رئيس المعارضه في مجلس الشعب. بيعمل لنا احتفال بقى لما خدت كاس مصر المصغر 73 73 الهديه وشهادات الاستثمار اللي ب 100 جنيه. ده منتخب اسكندريه واحنا في بولندا برئاسه رئيس المنطقه الفريق انور عبد اللطيف. ده وانا تحت 16 سنه في نادي الاتحاد بالشاطبي. 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 طب تفكرنا كده بالاسماء اللي كانت موجوده في الصوره دي وانتوا في الشباب. للاسف ما فيش حد من الجيل ده كمل معاكم. ده كمل غيري انا بس. طيب الصوره الجميله اللي جايه دي بقى كابتن ديبا وذكرياته الحلوه. كابتن ديبا الله يرحمه. فوجئت بتليفون من السيده الفاضله زوجته وقالت لي الكابتن ديبا نفسه يحضر ماتش في نادي الاتحاد في الاستاد. رحت انا الشاطبي، هو ساكن في الشاطبي جنب النادي. شوف العشق، يعني نادي الاتحاد وساكن جنبه. رحت اخدته اتفرج على الماتش ورجعته وكسبنا. ودي طبعا هنا صوره في اجتماع الجهاز الفني بتاع قطاع الناشئين. وهنا طبعا هنا وانا صغير يعني 20 سنه. وده طبعا الملعب في ابيس، ده الاستاذ محمد مصلحي رئيس النادي. شخصيه جميله ومحب لابناء نادي الاتحاد. ومن خلال برضه قناه الاهلي انا بشكره، لان الكابتن هاني سرور زميلنا الجون بيعمل عمليه كبيره بقلب مفتوح في القاهره. فيعني راجل له ايادي بيضاء على قدامه نادي الاتحاد وعلى نادي الاتحاد. والكابتن كابتن جارم موجود برضه دلوقتي في نادي الاتحاد. انا ماسك قطاع البراعم. السنه دي نقله حلوه، جاب لنا الكابتن امام محمدين. تجربه جديده من عشره كويس، لان احنا ما كانش عندنا ملعب يا كابتن. دلوقتي بقى في فرع جديد ونادي جديد. ملعبين. في ملعب للفريق الاول. ما هو الملعب انا وانا صغير كنت بتفرج على الفرقه الكبيره وبحلم ان انا ابقى زي الكابتن فؤاد مرسي والكابتن شحته. طب عايزين نسألك بقى ونشوف دلوقتي في جارم صغير ومواهب زي زمان دلوقتي في براعم الاتحاد بس، لكن لما باجي دايما الاسكندريه بحب اتمشى على البحر، ما تيجي نكمل الذكريات الحلوه واحنا بنتمشى يا كابتن جارم؟ طب تركب حنطوف؟ يا ريت. ايه رايك في المفاجاه دي؟ يا ريت. على البحر؟ يلا اتفضل اتفضل اتفضل.